مشاهدي الكرام أهلا بكم. أثارت قرارات مجلس التعليم العالي المتخذة مؤخرا الجدل الكبير ضد وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرة وسياسات المجلس. نقاش ارتفع إلى مستوى تراشق التهم بإخفاء معلومات ومفاوضة النواب ولجنة التربية والتعليم على قرارات متخذة سابقة من قبل وزير التعليم العالي، وهو ما أجج الجدل والخلاف، وكانت النتيجة تغيير مجلس التعليم العالي وتركيبته لصالح الوزير كما قيل، أو لإنهاء مسألة تضارب المصالح كما عبرت عنها الحكومة ممثلة بوزير التعليم العالي ورئيس الحكومة في لقائه مع النواب في مجلس النواب. الخلاف لم يكن مع الوزير أو ضده أو ضد مجلس التعليم العالي، بل طال قرارات أو مشاريع قرارات تتصل بتحديد عدد المبتعثين من أوائل الألوية في الثانوية العامة ومكارم أبناء الشهداء، وكذلك ما يتصل بمواد الإجبارية التي تدرسها الجامعات كمتطلبات، وهي خطوة جيدة لمنح الجامعات استقلالية تحديد موادها بعيدا عن وصاية الوزارة، ولكن هذا لم يعجب الوضع، وكان البعض قد رفضوا هذا الأمر مما أثار جدلا أكبر نحو التوجه في تعديل معدلات القبول في الجامعات ورفعها إلى 70%، ما أثار زوبعة على الحكومة وما أدى إلى تراجعها أمام النواب، وهو سلوك كان يحتاج تفسير واضح من قبل رئيس الحكومة الذي أجل قرار وزير في حكومته. هذا الأمر انعكس على رأي الشارع، فلنستمع إلى آراء بعض الطلبة حول ذلك الأمر. أكيد لا، لأنه توجيهي سنة بتحددش مصير الطالب، بتحددش شو مستواه بالجامعة. ممكن هو جاء معدل واطي بالتوجيهي بس رغبته بالجامعة إشي وممكن يبدع فيه ويجي فيه معدل. إحصائيات الجامعة للسنة فاتت اللي جابوا بين معدل 65 و70 لقوا فيهم نسبة منيحة امتياز ونسبة منيحة جيد جدا، فمش شرط مستواك بالتوجيهي يعكس شو أنت بالجامعة. بصراحة لا والله مش مع الموضوع، لأنه صار في عنا بالتوجيهي يعني خسف للمعدل، خسف علامات الطلاب، فالمفروض انه ينزل علامات معدلات القبول لحتى تصير في فرص للطلاب الشاطرين اللي ما صحت لهم فرصه في التوجيه. هلا انا مع قرار رفع المعدلات الجامعيه، لان الطالب الثانويه العامه بيقدر يشد حيله اكثر وبتبين كفاءته وقدرته العلميه والمعلومات اللي عنده. اما ضد القرار انه يعني الطلاب اللي بتدخل على الجامعات بيكون عددها كثير اقل، فهون يعني برضه في لها إيجابية تانية من ناحية إن المشاكل بتقل في الجامعات، النوعية والفئة اللي بتدخل الجامعات بتكون أفضل. أنا صراحة ضد، لأنه في طلاب بنظلموا، يعني ممكن يجيبوا معدلات واطية بس هم يعني أذكى من إنهم يعني التوجيه يقيمهم. بالعودة إلى سياسات مجلس التعليم العالي وآلية تعيين رؤساء الجامعات، يرى البعض أن الآليات المتبعة مجحفة بحق رؤساء جامعات كانت لجان مجلس قد التي شكلها قد أوصت بالتجديد لولايتها الثانية في رئاسة الجامعة. هذا الأمر بعد تشكيل لجان تقييم، ولكن لم يجدد لأي رئيس شكلت له لجنة تقييم أدائه. السؤال، ما جدوى لجان التقييم إذن؟ وما هو الداعي للتجديد؟ ولماذا لا تمنح الفرص وتكون المنافسة معلنة للجميع؟ لكن أيضا ما هي محددات المنافسة وما هي بنود المفاضلة بين المتقدمين، وهل تختلف بين جامعة وأخرى؟ ثم هل أحدث أي رئيس جامعة فرقا يستحق الجدل الذي حصل من أجل إبقائه أو عدمه؟ هل نستمر في جدل التعليم العالي ونحصره في أزمة تجديد لهذا الرئيس أو ذاك؟ هل الوزارة دافعت عن قراراتها بنهج واضح وسليم وخاضت حوارا جامعا حول ما تريد الوصول إليه؟ هل تثار أسئلة حول العديد من السلوكيات التي صاحبت أجواء تشكيل لجان الاختيار والتقييم من قبل الوزارة أو الوزير بعينه؟ هل كان الإعلام محايدا في نقل ما حدث؟ ثم هل كانت الحكومة صادقة في تبرير أو تخريج قراراتها التي اتخذتها وعلى رأسها تغيير تركيبة مجلس التعليم العالي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها للنقاش على ضيوفنا، كل من الأستاذ الدكتور أمين مشاقبة عضو مجلس التعليم العالي، والأستاذ الدكتور محمد أبو قديس عضو لجنة اختيار رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ورئيس الجامعة العربية المفتوحة في عمان، وأيضا الأستاذ الدكتور عبد الكريم لقضاء عضو مجلس التعليم العالي الأسبق. نبدأ الحوار والنقاش بعد الفاصل. ما
ورحب بكم أعزائي المشاهدين في بداية هذه الحلقة، ونرحب بكم دكتور عبد الكريم أهلا وسهلا، دكتور محمد أبو قديس، وأيضا دكتور أمين مشاق بن وسلم. أيضا نذكر أعزائي المشاهدين بسؤال شارك عبر تطبيق رؤية، هل تثق بآليات تعيين رؤساء الجامعات في الأردن؟ نعم أم لا؟ ننتظر تفاعلكم وتصويتكم. وأبدأ معك دكتور أمين مشاق، اليوم كان في قرار من مجلس عمداء الجامعة الأردنية بتعطيل الجامعة يوم الخميس الطلاب. نعم. ما رأيك مثل هذا القرار؟ خلينا بس قبل ما نبدأ بعمق النقاش. والله سيدي يعني الهدف من قرارات مثل هذه القرارات تأخذ من بعض الجامعات الأردنية مثل جامعة اليرموك الآن قبل الهاشمية بالطبق والهاشمية بالطبق والتكنولوجيا بالطبق، وأنه الجامعات الأردنية الرسمية جلها تعاني من عجوزات مالية، ومن أجل ضبط الإنفاق اتجه هذا الاتجاه. لكن أنا أعتقد أنه في يعني إله هذا قرار إله إيجابيات وفي نفس الوقت له سلبيات. من إيجابياته ممكن أنه يكون هناك ضبط للإنفاق داخل الجامعات، على الرغم أنه يوم الخميس هناك دوام إداري. طيب طبعا. وبالتالي لما يكون هناك دوام إداري معناته الهدف من ضبط الإنفاق الكلي راح يكون قليل، هذا هو جانب. الجانب الثاني انه جامعة زي الجامعة الأردنية او جامعة اليرموك اللي فيها اعداد هائلة راح تجمع انت خلال 4 ايام الكم الاكبر من الطلبة، ولا باعتقادي لن يقل يوميا عن 30 الى 35 الف طالب داخل ساحات الجامعة، وممكن هذا يخلق مشاكل بين الطلبة لانه كثرة التجمع او ازدياد الازدحام هذا يؤثر. الجانب الآخر اللي أعتقد أنه نتيجة للظروف الاقتصادية هناك حجم أو عدد كبير من طلابنا وطالباتنا يعملوا، وبالتالي أنت لما تيجي تلزمهم بالدوام 4 أيام متتالية هذا يؤثر على مستواهم المعيشي ويؤثر على طبيعة عملهم، لأنه ممكن لأنه بعض الطلاب بيأخذ يومين دوام بالأسبوع أو 3 أيام دوام بالأسبوع مشان يتبقى عنده 4 أيام للعمل. مشان يشتغل فيه، لما يصير عنده ضغط تدريس وزيادة الساعات الصفية بده يصير الدوام مكثف، وبالتالي يخلق ضغط نفسي على الطلاب. صحيح انه 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 لابد، انا باعتقادي لابد لموضوع ضبط الانفاق وتسديد العجوزات المالية في الجامعة في موازنة الجامعة ياخذ مسارات اخرى مثل مسارات الاستثمار، مثل مسارات في مسارات كثيرة يعني ربما بدائل أخرى، النظر بدائل كثيرة طيب للنظر في ضبط الإنفاق. مع ولا ضد دكتور؟ شكرا دكتور. مع ولا ضد والله يعني تقليص الدواب للطلبة؟ مع وضد بنفس الوقت، يعني أعتقد هذا القرار جاء نتيجة تزايد الأعداد الكبيرة والضغط على الجامعات الرسمية، كما نعلم أنه هنالك أعداد زائد عن طاقتها الاستيعابية، وبالتالي 56 ألف طالب زيادة في الطاقة الاستيعابية. نعم. بالجامعات الأردنية. نعم. وبعتقد الهدف منه أنه يبقى الجدول الدراسي للطالب أن يأتي مرتين في الأسبوع فقط بدل ما أن يأتي هذا، وبالتالي تخفيض الضغط على المواصلات، خفض إنفاق، واستغلال أفضل للقاعات بصف يوم الخميس النشاطات الاجتماعات الندوات والمؤتمرات. لكن بالنهاية أنه إحنا نوجه الطلب للمجيء ليومين فقط للجامعة، برضو أنا يمكن قد أكون ضد هذه الفكرة. طيب دكتور عبد الكريم، كنت أتمنى أن أسمع عن تجربة الجامعات التي جربت هاي التجربة وتعطي بعد أفضل الصحيح، بس بالوضع الحالي يعني لا أختلف كثير عن رأي الزملاء. عظيم. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع المجلس التعليم العالي. دكتور أمين مشاق، وأنت عضو في المجلس و نائب الرئيس المجلس، لجان تقييم رؤساء جامعات، اختيار رؤساء جامعات، نية لرفع معدلات ثم انسحاب وتراجع عن هذا القرار، القول بأنه لم يعرض وعرض، يعني جدل كبير. مجمل النقاش وإلى أي مدى كان فعلا في صدقية هذا؟ هو يعني منذ فترة وجيزة قبل قدوم معالي الوزير لبيب الخضراء بدء التفكير أيام الدكتور أمين محمود بعملية تقييم الجامعات وليس تقييم رؤساء الجامعات، وهذا ينطلق من قانون التعليم العالي في المادة 6 اللي يعطي الحق لمجلس التعليم العالي للإشراف على سير الأعمال الإدارية والأكاديمية في الجامعات، كونه 10 جامعات حكومية تتلقى أموالا من الموازنة العامة، وبالتالي لا ضرر
في عملية تقييم الإداء الأكاديمي والإداري في الجامعات الأردنية من قبل مجلس التعليم العالي، وبالتالي ما كان المقصود به الرؤساء. التقييم راح على الرؤساء، التقييم إجا مع فترة انتهاء بعض رؤساء الجامعات أو مدد رؤساء الجامعات، وبالتالي ظهر كأنه تقييم للرؤساء. بالتالي كان الهدف الأصيل أو الهدف الأصلي منه هو عملية تقييم الجامعة. طبعا مجالس الأمناء اليوم اتخذ قرار تجديد القرار السابق الموجود أنه على مجالس الأمناء في الجامعات الأردنية أن تقدم تقارير عن سير العمل الأكاديمي والإداري والأوضاع المالية في الجامعات الأردنية، لأنه معظم الجامعات الأردنية جلها تعاني من أوضاع مالية سيئة. طيب موضوع اللجان تشكيلها، موضوع تشكيل اللجان جاء من قبل المجلس، وتم يعني التركيز على ضرورة وجود رئيس مجلس الأمناء، ويعني كل لجنة فيها عضوين من مجلس التعليم العالي وفيها أعضاء من خارج مجلس التعليم العالي لعملية تقييم إداء الجامعات. شكلت بعدين لجان لتعيين رؤساء الجامعات واختيار رؤساء الجامعات الثلاث اللي هي جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك وجامعة الحسين. ويمكن هاي اللجان كل لجنة من هاللجان وضعت المعايير اللي هي تراها مناسبة، لأنه اختلفت الأوزان بين كل لجنة ولجنة. في لجان ركزت على البحث العلمي، في لجان ركزت على الإدارات العليا وأعطت وزن للخبرات والإدارات العليا، فاختلفت شوي الأوزان للمعايير ولا الأوزان واحدة. يعني لما نحكي، إذا سمحت لي، لما نحكي عن البحث العلمي نحكي عن الإدارة الجامعية، نحكي عن الإدارة الحكومية إن وجدت، بالإضافة إلى موضوع الاختراعات أو براءات الاختراع، بالإضافة إلى البعد المتعلق. واللي عنده براءات اختراع بده يقدم رئيس الجامعة؟ نعم قدمه، قدم أكثر من واحد. طيب. بكل الأحوال أنا يعني لا أشك مطلقا في اللجان التي شكلت لاختيار، لأنهم إخواني في اللجان الأخرى. أنا صحيح رئيس لجنة اختيار جامعة اليرموك، أنا بعتقد أنه كل الإخوان اللي كانوا في اللجان قامات أكاديمية وطنية مشهود لها عبر التاريخ الأردني، بديش أسمي. طيب خلينا دكتور هنا، لا أرغب اسمحني هون يعني توقف لكن عند اللجان، لكن في نقطة مهمة جدا. أنه صار في نوع من التشكيك في النزاهة والتشكيك في الدور اللي قامت به هذه اللجان، ولعبت بعض المواقع الإلكترونية وبعض الأقلام. هذا لدينا سؤال، بعض الأقلام لعبت دور تشويهي، وهذا مش دقيق وليس. طيب سنسأل عن حيادية الإعلام، وإحنا حاطين ضمن أسئلتنا في بداية الحلقة هل نقل الإعلام بحياد؟ نقطة واحدة سألت يعني عنها اللي هي موضوع راح نرجع معدلات القبول بعدها. بعد هيك راح نخصص النقاش معكم مع ضيوفنا الأعزاء، وأيضا ضيوفهم يعني أعضاء لجان اختيار وأعضاء لجان تقييم. دكتور بقديس، يعني ما رأيك فيما سمعت؟ وهل فعلا اللجان كانت محايدة؟ هل ظلمناها؟ هل أخطأنا في التقييم؟ وما الداعي إليها إذا كان لم يجدد لها؟ حقيقة الأمر أنا منذ البداية كنت ضد تشكيل لجان لتقييم الجامعات. ما سمعنا إنه هذا التقييم هو تقييم للجامعات وليس لرؤساء الجامعات. صحيح. وبالتالي هو تقييم صحيح. الجامعات، أداء الجامعة، ماذا تقوم به الجامعة، هو أصلا أساس التقييم هو لإدارة الجامعة من رئيس نواب رئيس عمداء، وبالتالي هو سينعكس على تقييم أداء رئيس الجامعة. الأصل بالموضوع أن الجامعات مستقلة، هنالك قانون مجلس التعليم، قانون الجامعات الأردنية يحتم على مجلس الأمناء أن يقوم بمراقبة الأداء الأكاديمي والإداري للجامعة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تقارير شبه فصلية أو سنوية تقدم من قبل رئيس الجامعة. هلا يعني ما بطلع تقارير تقييم؟ بعتقد تقارير شكلية تقدم في نهاية كل عام دراسي وتمرر تمرير على المجلس بدون أي دراسة أو تقييم أو أي تفاصيل أخرى. لكن الأصل أن مجلس الأمناء هو يقيم أداء الجامعة، رئيس الجامعة هو مسؤول أمام مجلس الأمناء عن الأداء وعن ماذا يتم
داخل الجامعة، هنالك استراتيجية خطة تنفيذية هل تمت تقييمها وغير ذلك. إذا هو المجلس الأمناء هو صاحب الصلاحية في تقييم أداء الجامعة، كان على الأولى أن تقيم بالطريقة هاي وترفع هذه التقارير لمجلس التعليم العالي لأخذ رأي مجلس التعليم العالي في التجديد للرئيس أو من عدمه. بعتقد هاي هي الطريقة كانت الأفضل. الآن في حالة عدم التجديد يتم تشكيل لجان للتعيين أو اختيار رئيس للجامعة، قد تكون برضو الآلية التي تمت برضو عليها بعض مثل شو ملاحظاتك على يعني على سبيل المثال أن يتم الإعلان والتقدم بالطريقة هي، بعتقد ما كانت يعني طريقة جيدة. المتعارف عليه في الجامعات المرموقة العالمية أنه هنالك ما يسمى بتشكيل لجنة بحث، يعني تم إعلان وضع بعض المعايير وتم تقريبا الالتزام بهذه المعايير. أنا بعتقد هي لجنة البحث أو التقصي أو السيرش كوميتي أن هي التي تستقطب صح أشخاص لهم سمعتهم الأكاديمية المتميزة، تقابلهم ترى ماذا يفكرون رؤيته عن طبعا رؤية المستقبلية، ماذا سوف يقدم للجامعة، كيف سينهض بهذه الجامعة وأمور أخرى، وبعد ذلك يتم اختيار رئيس الجامعة ضمنها. أما قضية وضع النقاط والطريقة التي تمت فيها أنا بعتقد يعني أنا شوية ما كنت مرتاح لهذا الأمر، لكن التزمنا بقرار مجلس التعليم العالي أنا كعضو لجنة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وأتممنا العملية. كم واحد تقريبا قدم للعلوم والتكنولوجيا؟ للعلوم والتكنولوجيا تقدم حوالي 60 شخص، وإحنا تمت العملية على مرحلتين. المرحلة الأولى كنا أخذنا وضعنا نقاط على الإدارة الأكاديمية العليا والإدارة العليا بشكل عام. الجزء الآخر أخذنا بعض النقاط على البحث العلمي وأهمي ومن حيث عدد البحوث، ما هي البحوث التي تم نشرها في آخر 5 سنوات على أساس نتأكد أو يعني أنه مستمر، أنه نعم هذا الأستاذ مستمر ومتابعة البحث العلمي. وأيضا أخذنا نقطة مهمة أنه مدى أهمية هذه البحوث والرجوع إلها استفادة منها من قبل أشخاص، ما كم استشهاد بهذه البحوث، هاي كانت برضو نقطة مهمة أخذناها بعين الاعتبار. أيضا أخذنا نقطة التواصل العلمي والعالمي بالنسبة للمتقدم من حيث مدى مشاريع دولية استقطاب مالي، وهذا براءات اختراع، تواصل أو وجود عضو في مجلات تحرير علمية ومتابع لهذه الأمور، كل هذه الأمور أخذت بعين الاعتبار وتم تحديد نقاط. وبالتالي يعني أفرزنا تقريبا يعني على 20 شخصية وتمت مقابلتهم لنعرف صفات الشخصية صفات القيادية وماذا يفكر بالنهوض بالجامعة العلوم والتكنولوجيا، وبناء على ذلك تم ترشيح 3 زملاء لمجلس التعليم العالي لاختيار أحدهم. عظيم. طيب دكتور عبد الكريم الأخضر، يعني أنت أيضا كنت في لجنة تقييم جامعة اليرموك، نعم، والجدل حول اليرموك ولماذا لم يجدد ويجدد، وقيل أن التوقيعات على تقرير التقييم لم تكن كاملة لأعضاء اللجنة، هذا صحيح؟ أولا اسمح لي نشكرك ونشكر يعني هو موضوع الصحيح يمكن اختصاره بعدة جمل ويمكن الحديث فيه من هون لنص الليل. أنا في تصوري لا يوجد توجه حقيقي منذ أسست بجوز إذا استثنينا الجامعة الأردنية، لا يوجد توجه حقيقي لموضوعية تعيين رؤساء الجامعات، وهي مرت مرحلتين. المرحلة الأولى أنه هل الوزير مع دولته مع المعنيين يقرروا، وهاي مرت بالصحيح بظروف عديدة وصار فيها اتهامات عديدة، ونحن نعرف أنها لم تكن ناجحة. كنا نتوقع أو كان يتوقع جسم التعليم العالي أنه هاي اللجان اللي بتنظر بتعيين رؤساء الجامعات ليس رؤساء الجامعات 3 اللي الآن ولكن من قبل لم تعطي فرقا كثيرا عن الطريقة الأولى، لا بل إنه الآن صارت تقول يا أخي ليش ما نرجع للطريقة الأولى. وهذا يدل أنا لو هذا السؤال يسأل راح تشوف إنه الناس يقول يا أخي خلي يقعد هالوزير مع رئيس الوزراء وفكونا من هالمسرحيات هاي الهزلية اللي صارت واللي هي حقيقة يعني كانت مزعجة.
أرجو لا أن لا يفهم أحد إنه إحنا نهاجم أحد بشخصه ولا لا سمح الله نلمز كفاءة أي حد. زملائنا سواء اللي تعينوا في أو اللي قدموا هاي ظروف. إحنا نعيش في هذا الوطن حالة من حالة صادقة من التوجه للديمقراطية والشفافية. لما نيجي نطبقها كل واحد مثل ما بقولوا بايش بيمسك قبره وبيطلع وبيلحق ربعه. وهي بدها تنضيج طويل عريض. وانا بعتقد انه قادة التعليم العالي الخط الاول في التعليم العالي القديمين والحاليين ما زالوا يعيشوا يعيشوا بنفس الاجواء اللي كانت بالخمسينات والاربعينات. ما تغير عليهم شيء. فهم مثل ما بقولوا شو بتحط بها الكمبيوتر بيطلع لك. يعني انت شو يعني انا ما تفاجأت باللي بصير. والله والله اني رحت على قدمت على احدى الجامعات واعرف انه ماي تشانس او فرصتي هي قريبة من الصفر. ولكن لأثبت مبدأ اخر انه عضو مجلس التعليم العالي يحق له التقدم لهذه الجامعة لانه من طريق من اللجنة من شكل اللجنة من شكل الموجود انا اعرف انه شو النتيجه. هلا اهم ما في ذلك انت تابع لا تظن تابع أن بالله بس اسمح لي اخر جمله. تابع الاشاعات عن تعيين رؤساء الجامعات من لما تشكلت اللجان مش هاي اللجان على مدى سنوات سابقه. الرئيس عارفينه قبل بسنه وقبل بسنتين وليش يعني. هلا الثلاثه الموجودين والله اللي حاليين مع كل محبتي واحترامي وكفاءتهم وإشي انه انا احدهم من سنه ونص عارف انه جاي والثاني من شهر واحد اللي هو تعير موك واحد بشهر واحد بيقول لي لا أعرف والله لا أعرفه. قالوا ترى فلان جاي وهو خارج الأردن وإحنا لا في لجان ولا في الوزير الحالي. طب شو قيمة العدد اللجان؟ القيمة ما هو شوف هو مش قيمة اللجان هو قيمة هل نحن هل نحن صادقين في الموضوع التوجه أو أم لا؟ اثنين جاوبني صادقين ولا مش صادقين. شوف أنا بعتقد إن هي موجودة بس الأدوات غلط. أنا في رأيي وهذا الحكي للأسف ومع كل احترامي وكل تقديري للخط الأول في التعليم في التعليم العالي اللي صاروا واللي موجودين إنه هناك ليست هناك نية حقيقية لديهم لتغيير ذلك. هي العملية عملية مش ليست أداء هي ولاءات ومصالح وانتهينا وما نحكي غير هيك. واللي بيحكي غير هيك تعال جاي الشيء الآخر الصحيح. أنا عضو مجلس التعليم العالي ويذكر الدكتور إحنا ارتكبنا خطأ كبير وكان لازم تركنا حتى الجلسات كلها لأنه أصرينا على معاليه. يا أخي حط معايير عامة اللي اللجان كلها تمشي عليها صحيح. قبل ما أنت تعلن عن الشاغر لأنه اللي صار وهذا مش سر يا جماعة بدناش إحنا نصير. اللي صار إنه كانت الطلبات تروح لرئيس اللجنة ورئيس اللجنة مع احترامنا لكل رؤساء اللجان يعني كثير كان في حكي إنه هو كان في حتى لو كان لم يعمل ذلك هو اتهم وأنا ما بشك بمصداقية أي حد منهم. ولكن أنت تعال جاي هاي المعايير أنا بعطي 30% للبحث العلمي 30% للقيادي مش عارف إيش أما لما بنحط 50 نقطة على مقابلة وبنحط 40 نقطة على المقابلة وبنحط 30 نقطة على مقابلة بلجان أخرى كل لجنة شكل. طيب الشخص اللي أو 10 على أنه كان وزير يعني بالله يعني لما يعني أنت بتيجي بلجنة واحد حاط له 49 من 50 ومبارح مجلس التعليم العالي رافضه أو 48 من 50 شو الرسالة اللي قاعد توديها أنت؟ شو فهمني لما بتحط 50 نقطة على المقابلة أنت عمليا كل ناسفت كل ما قبل ذلك ناسف كل شيء حتى موضوع الأربعين نقطة حتى وين هي. أنا ما عمري سمعت عن مقابلة بتأخذ هاي النقاط. المقابلة بتأخذ 10-15-20% وهنا كان تقصير مجلس التعليم العالي. وأصرينا وأعتقد الدكتور أمين ساهم إلى حد كبير في انه يا اخي خلينا نحط معايير عامه. انا ما بقول كل جامعه بجوز تفصيلها يعني الجامعه كل انا جامعه لها خصوصيتها يعني في قد تكون فيه بس تعال خلينا نحط معايير عامه. ما بحط 50 نقطه لجامعه او 40 نقطه لجامعه وباقي الثاني 30 يا اخي مفروض يكون فيه ادنى حد. وهذا اللي رفضه معالي الوزير مع احترامنا الشديد له ورفضه رفضا باتا وكان
كل ما نضغط بهذا الاتجاه خلينا نحط المعايير العامة كان موقعنا باللي طيب. صار حاليا طيب برجع لك أنا يعني احنا نتمنى يعني اذا كان يا دكتور اذا كان الوزير معالي الوزير المحترم اذا بسمعنا واذا كان حاب يعني لانه غائب له حق الرد على ما يتفضل به الزملاء والضيوف الاعزاء هذا مرحب فيه. الان بنتقل اليك دكتور امين. هو يعني طب. انا يعني اتفق ببعض الحديث اللي تفضل فيه عطوفه ابو زيد الدكتور عبد الكريم انه لو وضعت معايير كقواسم مشتركه لكل اللجان لكان النتائج ربما اختلفت او ربما كانت غير. طب لماذا الاصرار على الوزير؟ وانا كما سمعت منه اعطى حريه كامله للجان بوضع المعايير التي تريد في عمليه الاختيار لرؤساء الجامعات. فعدم يعني الوزير انا يعني بحكي عن اللجنه تبعتي لجنه اختيار انت بيربو. كنت رئيس لجنه اختيار لم يتحدث معي باسم ولم يوجهني نحو احد لم يتدخل بالمطلق باللجنه تبعتنا. طب شو المعايير اللي اخترتوا عليها مثلا بالمطلق؟ احنا وضعنا يا سيدي المعيار المتعلق بالاداره الاكاديميه ونحط عليه حوالي 14 علامه والمعيار المتعلق بالإدارة الحكومية العليا أو الإدارات العليا نحط عليه 10 علامات ونحط كمان يعني احنا قسمنا 40 علامة حطينا على المقابلة و60 علامة للأعمال الإدارية والبحثية وهذه الأمور بما في براءة الاختراع والآخرية وبما في الإنتاج العلمي في آخر 5 سنوات حطينا عليه كمان 5 علامات. فلما تحكي عن البحث العلمي أعطي حوالي 24% 24 علامة تقريبا من 100%. صحيح بتفق مع أخوي عبد الكريم أنه بعض اللجان حطت 50%، بعض اللجان حطت 35%، بعض اللجان حطت 40%، في تفاوت في موضوع المقابلة. لكن حتى المقابلة بالنسبة للجنة تبعتنا قسمنا الأربعين علامة على 5 محاور، كل محور 8 علامات. وطبعا هون ممكن تدخل الانطباعات الشخصية هذا وارد، بني آدم ليس يعني عادل بالمطلق والعدل والكمال لله تعالى. لكن أنا بحكي من يعني أخوي عبد الكريم من المتقدمين وكان من المتقدمين الأوائل للشسمو، حتى أنا يعني بحكيها على الملأ أنه المقابلة اللي قدمها عبد الكريم من أرقى المقابلات هذه، أو كنت أنا متخوف أنها تكون مقابلة متفجرة، بس كانت أهدى مقابلة من المقابلات. وزملاء آخرين لم يحالفهم الحظ، يعني أخوي عبد الكريم جاب رقم 5 من 10، وهذا يعني بالنسبة له هو قامة أكاديمية عالية. بديش أحكي على البدء الشخصي لأنه قدامي، لأنه كل الإخوان اللي تقدم إحنا لجامعة اليرموك 64 اسم، منهم 4 درجة بكالوريوس تقدموا. شوف لوين قصة الإعلام بتودي، عرفت علي كيف؟ واحد الزملاء تم استثناءه لأنه كان عمره فوق 70، تم استثناء اسمه وهو كمان قامة أكاديمية كويسة معروفة في جامعة اليرموك، وتم إلى آخره. إحنا وصلنا لنقطة أنه في 10 هم أعلى العلامات من 60 على أساس قابله. وجدنا أنه في 2 من الزملاء، واحد استنكف عن المقابلة، واحد لم يأتي، فإجينا عملنا تقييم ثاني وأدخلنا 2 جدد من القائمة حسب الترتيب، ودخل 2 جدد بدل 2 اللي ما أجوا، فصار 10. قابلنا هالعشرة، وضعنا كل واحد بطريقة سرية وضع تقييمه الشخصي من 40 للشخص، تم جمع العلامات مع بعض وتقسيمها على 4، وكل واحد أخذ نصيبه في التقييم. بجوز يعني تقديري لعبد الكريم مثلا أنا بمعرفتي وزمالتي به عالي، واحد ثاني ممكن تقديره له أقل. فلما تجمع أنت العلامات وتقسمها على 4 بطلع المتوسط الحسابي تبعها. اللي أقوله أنا بصراحة، وحكيت هذا الكلام في مجلس التعليم العالي وتم التوافق عليه، أن الآلية آلية الإعلان والطريقة التي تمت هي طريقة غير عملية. صحيح أنها طريقة ديمقراطية وبتفسح المجال لكل الناس والفرص لكل الناس، لكن حقيقة أنها طريقة
غير عملية وغير مفيدة وغير ناجعة. طيب. ولا يجوز الاستمرار بها. وتم التوافق أخيرا في مجلس التعليم العالي إنه المرات القادمة راحين نذهب زي ما ذهب الدكتور محمد أبو قديس إلى موضوع هانتين كوميتي أو سيرشين كوميتي يتم من خلاله، لأنه البلد إحنا الحمد لله بلد صغيرة وبنعرف طيب. بعضنا وبنعرف الكفاءات صحيح. والقامات صحيح. الأكاديمية العالية التي تستحق طيب. وهذا التوجه الذي يجب أن 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 أن, أن يكون. شكرا يعني دكتور. أنا مع الديمقراطية سيد صالح نرجع دكتور أمين للأسف مخلص سنمنح وقت آخر للزملاء بعد الفاصل بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين وتابع المزيد من النقاش، لكن أيضا سؤال شارك عبر تطبيق رؤية، هل تثق بآليات تعيين رؤساء الجامعات في الأردن؟ 35% يقولون بنعم و 65% يقولون لا. نعود أعزائي المشاهدين نواصل النقاش مرة أخرى. دكتور أبو قديس، يعني لو عملنا لجنة لاختيار أو بحث عن رئيس أيضا ما بنخلص، يعني الناس لا يثقوا للأسف بما تفعل الحكومات، لماذا لا نعرف، لكن أيضا هناك من يرى أن هذا ما يحصل هو خطوة جيدة على صعيد منح الفرصة والمنافسة. سابقا لم يكن هذا موجود. صحيح. كما نعلم جميعا أنه السابق كان اختيار رئيس الجامعة مباشرة يأتي المجلس التعليم العالي متفق عليه بين دولة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، ويعرض على المجلس ويتم التنسيب بتعيينه لتوشيح الإرادة الملكية. تفضل الدكتور أمين قبل قليل أنه طالبوا في مجلس التعليم العالي أن يكون هنالك أن توضع المعايير المطلوبة لاختيار رئيس الجامعة، وبالتالي أنا بعتقد إذا ما تم وضع مثل هذه المعايير بتفاصيلها ما في داعي لأنه شكل لجان، ما دام شكلتوا لجان من أشخاص لهم خبراتهم، يعني سلموا جامعات قيادات عليا في المجال الأكاديمي في جامعاتنا الأردنية، بعتقد أنه يترك هذا الأمر لهم. لكن الخطوة الثانية اللي تفضلتوا عن العلامات هي النقطة شوية مفصلية وحساسة في العملية كلها. صحيح. الأصل أنه إحنا نأخذ هاي الأمور اللي أخذناها بعين الاعتبار كقيادة عليا كبحث علمي وغيرها لإفراز خلينا نقول أو تصفية مجموعة معينة من الذين تقدموا، وبعدين هاي تترك النقاط على جنب خلص، يعني ما نقول أنه هاي 40 هاي 50 وبعدين تغربل الناس، هاي غربلة كمرحلة أولى، ونأتي للمرحلة الثانية اللي هي قضية المقابلة ونتعرف على شخصية اختبار الذكاء نعم المتقدم القيادية، كيف يفكر زي ما تحدثنا قبل قليل ماذا ينظر للجامعة ورؤيته المستقبلية لتلك الجامعة والنهوض فيها. بالنهاية احنا نريد قيادات تعرف ما معنى الجامعة، جامعات تقود المجتمع، يعني جامعات تكون مخرجاتها تشكل قيمة مضافة للمجتمع واقتصاده، هذا اللي احنا بدنا اياه من رئيس الجامعة، يعني يكون يعني يعرف كيف يصل إلى مثل هذه الأمور. الأمر الآخر بالنسبة لقضية المعايير برضو النقطة الثانية إنه إذا إحنا يعني تركناها للجان وفصلناها تفصيل، بالتالي ما زي ما قلت أنا ما في داعي إلها، نترك لمجلس التعليم العالي هم يصفوا هالعلامات ويختاروا هذا، لكن الأساس إنه نترك إحنا كل مثل هذه الأمور للجنة. هنالك أنا بعتقد قصور في التشريعات الناظمة لحاكمية قطاع التعليم العالي. الآن إحنا بنقول إنه يعني ينسب مجلس التعليم العالي بتعيين الرئيس، لكن كيف تتم العملية هاي هون مشكلة، وبالتالي تأتي اجتهادات كثيرة، كل وزير يأتي له أفكار مختلفة عن الوزير اللي قبله. صح. يعني وزير التعليم الحالي يمكن بجوز وجد إنه مثلا مجالس الأمناء ما بتكونش بالدور المطلوب منها، حقيقة لا تقوم بالدور المطلوب منها، وبعضها لم يجتمع ولم يقدم تقارير أداء وغيره، وبالتالي قد يكون اجتهد إنه يشكل لجان، مع أنا زي ما بدأت بالبداية إنه هذا تدخل أو يعني في شؤون الجامعة، وهذا يتناقض مع ما ننادي به لاستقلالية الجامعات. الأصل أن التقارير تأتي من هناك، مجلس الأمناء هو صاحب الصلاحية سواء كان بالتجديد أو التعيين، لكن هل يتم التعيين هنالك أو مجلس التعليم العالي ما بعتقد مش هي المشكلة، يعني لكن المتابعة هي صلاحيات يعني أو مسؤولية مجلس الأمناء. أسف قاطعك، كأن أول مرة بنشكل مجالس أمناء، يعني مجالس أمناء إذا مين موجودة تشتغل تروح، ما هذا للأسف يعني في أغلب هذه المجالس يعني بجزء الزملاء يعني مطلعين للأسف سيدي للأسف نعم. أنه كثير من مجالس الأمناء لجامعات الأطراف ما بيروحوا على الجامعة نفسها ويجتمعوا بالجامعة نفسها، طيب. بيجتمعوا نعم. في عمان، وهذا أمر يعني
اليوم تم الحديث عنه ومناقشته داخل مجلس التعليم العالي أن أحد المجالس لم يجتمع طيلة عام كامل. مو لأنه اسمح لي دكتور هذا أمر يعني أمر غلط يعني أغلب تعيين مجالس الأمناء يتم عن طريق الصداقات والمعارف مع استقلالية كيف يعينوا كيف يعينوا مع مبدأ استقلالية الجامعات واستقلالية رؤساء الجامعات ولا نشكك في أحد. لكن كمان لما تغيب الرقابة الداخلية صح. ورقابة مجلس الأمناء وتغيب كمان رقابة مجلس التعليم العالي تفرق مع أنه لازم يكون في نسق طيب. نسق رقابي متكامل من مجلس الأمناء نعم. من مجلس التعليم العالي صحيح. ومن الرقابة الداخلية التي هي مرتبطة بمجلس الأمناء بمجلس تفضل مجلس التعليم العالي كما تفضلت قبل قليل الدكتور أمين أنه هو من مسؤوليته ضمن القانون هو الإشراف على الجامعات كأداء بما يتناسب مع السياسة العامة للتعليم العالي صحيح. لكن يجب أن لا يتدخل بالشؤون الداخلية صحيح. بس يتأكد أنه هالسياسات هاي عم تطبق حسب قرارات مجلس التعليم العالي لكن الأمور الداخلية هي تبقى لمجالس الأمناء ويعني بجوز من التوصيات اللي كانت بضمن الاستراتيجية اللي طرحناها أنه مجلس الأمناء هو الذي يشكل لجان للتقييم وللتعيين ويقوم بالتنسيب فيها لمجلس التعليم العالي كما تفضلت صحيح. الدكتور مهند هي خطوة جيدة لكن هناك ظهرت إشكاليات هنا وهناك وبالتالي يعني بس لما مجلس الأمناء لا يقوم بعمل ومين بده يقوم بالعمل نعم. هذا السؤال لما مجلس الأمناء لا يقوم بالعمل أنت مش معطيه صلاحية مين اللي هل معطيه صلاحية لا كامل الصلاحيات له مجلس الأمناء إلى كامل الصلاحيات التشريعات الحالية دكتور أمين الآن هو الآن قانون التعليم العالي وقانون الجامعات بده يعرض على مجلس النواب للتعديل وتوضيح الآلية بتفاصيلها كيف يتم تشكيل لجنة التقصي ما هي الإجراءات وكيف يتم التنسيب لنهاية العملية خلينا نروح لسؤال يعني مهم دكتور عبد الكريم اقلا وبرجع لك لأنه دكتور أمين أخذ حصتك شوي لا زيادة غاوزنا معك هذا شيخنا هل يعني دكتور أنت كان عندك تعقيب أثناء الفاصل تريد هو يعني تعقيب لا حتى ما يأخذ مسلمات أنه هل وقعت أعضاء اللجنة على تقارير أداء جامعة اليرموك الجواب نعم بالإجماع وإذا بدك أصلح لك الإجابة هو جامعة التكنولوجيا هي التي لم يوقع أعضاء اللجنة كامل. على تقريرها كاملين صحيح. عضو رئيس مجلس الأمناء لم يوقع وعضو آخر باللجنة اللي هو منسق اللجنة لم يوقع واللي إجانا كتاب فقط من عضو واحد من أعضاء المجلس وعرض ونعرف أنه بحالة أنه أنت إذا كان المقصود التجديد وواحد ينسحب هي سلبية هي إشارة سلبية وكان تقرير مفصل دقيق متناهي الدقة من أحد أعضاء المجلس الذي لم يكتب بالتقرير أبدا ولا شيء وكان هو الفاصل انه في التجديد او عدم التجديد فهو المقصود هو لجنه بس اذا سمحت لي بس جزء دقيقتين لانه موضوع بتوقع انه بسرعه يعني اللجان الصحيح هي شكلت اصلا وكلنا فهمنا على هذا الاساس انها هي لجان لتقييم اداء الجامعات والواقع كلمة حق أريد بها شيئا آخر وهي تحولت لتقييم رئيس الجامعة لا بل انسينا أنه في شيء اسمه أداء جامعة وأنا عضو مجلس تعليم عالي وهذا مش سر حصل هذا ما حصل وهذا ما حصل والمفاجئ كمان أنه الجامعة اللي سألت عنها كان التقرير جيد وهذا أحد أعضاء مجلس التعليم العالي موجود والتقرير الذي كان عن أداء جامعة اليرموك ورئيسها كان جيدا ما عليه حكي حتى أعطيناه بي ماينس هو الجيد جدا يعني مش هيك هذا يعني صلحني دكتور أنت كنت باللجنة نعم وأنا هذا قدمته لمجلس ومع ذلك نتيجة مش سر يا أخي في هناك كانت تجاوزات وضغوطات من قبل مين دكتور تجاوزات يا أخوي يعني إحنا ما هذا الحكي بيان المجلس المقالين ذكرت بيان قلت إنه وزير ضغط نعم وهذا الحكي مش سر أنا وزير التعليم هذا الحكي مش سر وأنا هذا هاي بيان المجلس موجود صحيح وأثير موضوع مش عارف التضارب المصالح وأنا بأذكر هذا أنا يعني هلا خارج المجلس وفي زميلنا داخل المجلس
أول من أول يوم إجا معالي الوزير ذكر إنه أو ذكر أو نقل عنه إنه هو أعضاء مجلس التعليم العالي ما يقدموا لرؤساء الجامعات. سألته أنا شخصيا داخل المجلس قال أبدا يقدموا دستوريا يحق لهم دستوريا وقانونيا ودكتور محمد كان عضو مجتمع عالي وصار رئيس جامعة عدد هائل من رؤساء لم من تاريخ ما أنشئ مجتمع العالي لم يعترض أحدا على ذلك. لا بل وأهم من هيك إنه في عهد حكومة عبد الله نسور اللي من جله ومن نكرمه ومن نعتبره عراسنا كل احترام. طيب ما قبل كم من شهر ما انت عينت 2 اعضاء مجلس تعليم عالي ورؤساء جامعات ودخلوا باللجان تماما زي اللجان اللي بنحكي عنها, دخلوا بلجان تنافسيه. شو كيف يعني شو هالاكتشاف هذا انه تعتبر انه هذا سبب لاقالتهم؟ يا اخي تستطيع أن تقيل المجلس لأي سبب, ما حدا سألك, بس إذا بتسأل إذا بتجاوب وضح يعني, لأنه هذا الحكي مش صح. هذا يعني إحنا قلنا أنه رواية الحكومة لا يمكن استناد لها لأنها مش صحيحة. أوضح نقطة يا سيدي. تفضل دكتور. يعني أنا أنا خدمت في مجلس التعليم العالي منذ أيام الدكتور وليد المعاني, ومر علي الآن 6 وزراء في مجلس التعليم العالي للمرة الثالثة. اللي أقوله أنا يعني يا دكتور الوقت بسرعة, إخواني اللي طلعوا من مجلس التعليم العالي كلهم كفاءات وطنية مشهود لها وكانوا يقودوا ولا زال يعني يقودوا رؤية إصلاحية متميزة, ولا أشكك في أحد منهم. حتى الذين أتوا بدلاء لهم كانوا كمان لا نشك فيهم مميزين. لكن يعني فوجئنا بعملية التغيير اللي كان مفروض. أنا باعتقادي فوجئت بتغيير أعضاء مجلس التعليم. أنا فوجئت, أنا شخصيا أنا نائب الرئيس وفوجئت بذلك, ما كان عندي خبر ولا بدري عن هالقصة إلى آخره. استفاجأت بهذا التغيير, كان مفروض التريث. لأنه أرجع لك في موضوع آخر يا الجميع والله هي نقطة مهمة يا أخي. إذا أنت ما بدك يعني أفرض أنه تضارب مصالح, طيب غير هالقانون قول يمنع اعضاء مجلس التعليم العالي هذيك الساعه حتى الحياه تمارس الحياه عندما تعين انت عضو مجلس تعليم عالي. تعال قول له يا اخي اذا بدك تقدم لجامعه ممنوع. طيب خلينا نروح على موضوع اما بالطريقه اللي حدثت. شو بتصف الطريقه, اي طريقه اللي صارت؟ يعني تم اقالتكم وتم تقديم روايه من الحكومه تقول انتم غير صادقين. هي خطوه, هو تعرف يعني مشى الاردن بطريقه شفافه وديمقراطيه وتجاوز الربيع العربي. هم عدنا لما الى عهد كلوب باشا وهكذا. طيب. يعني حقيقه انه طيب. ما ممكن وصفها طيب. بتمنى لو كنت انا مش من هاي المجموعه والله. طيب. اني مرتاح وما شاء الله علي, وهذا احنا رجعنا احنا صحة احنا احنا طيب. نخدم الوطن اينما كنا. طيب بس سؤال يعني يتعلق برفع معدلات القبول في الجامعات الى 70, هل نوقش في المجلس؟ بس في قبل ما بس لو سمحت لي نقطه اللي حكاها الدكتور انه السيرش كوميتي معمول فيها بكل العالم صح, ما نخترع الآلية. طيب. يا جماعة بعرف راح تمر بتعثر, حتى اللجان هاي اللي شكك فيها حتى أنا بعتقد إنه هاي إحنا خطوة يعني خطوة أخطاء. لكن نقيم هاي الأخطاء وإن شاء الله يعني هو زمان كان يعين رئيس مرات في ليلة قدر أو حظ يعني يزبط مع واحد في رئيس جامعة يعني واحد في لجان بغض النظر موضوع المعدلات. هل تم نقاشه في المجلس وتم إقراره ثم الوزير قال إنه ما أقريناه ورئيس لجنة التربية النيابية في مجلس النواب بيقول إنه الوزير أخفى الشيء وحكى لنا الشيء, ماذا حصل؟ يا سيدي هو أثناء نقاش الاستثناءات لا أسس القبول أسس سياسة القبول تفضل هي الاستثناءات يعني خلينا بس أكون كنا ماشيين فيها. وإذا معالي الوزير أشار أثناء الحديث قال إحنا بدنا ندخل على موضوع رفع معدلات القبول, وصار حديث أنا وكأني شايفك الآن شايف معالي, فصار في حكي طيب ليش ما نناقشها قبل ما ندخل بموضوع الاستثناءات. قال بس اسمعوا إذا بدكم تناقشوها الآن بدكم تأخذوا فيها قرار الآن. طيب. بدكم تأخذوا فيها قرار اليوم بالجلسة هاي. لا يجوز تأجيل القرار برفع المعدلات القبول إلى جلسة أخرى. كنا إحنا يعني وشو هالسر العظيم نأخذ فيها قرار إذا قدرنا نصل لا. وتم مناقشتها
وكان بجوز من الجلسات ما أخذ قرار فيها. لا 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 شوي. طيب. كان من الجلسات. أنا انتهى الوقت عندي. من الجلسات العاصفة خلينا أسميها. طيب. وأخيرا كان القناعة إنه عدم لا كان القناعة إنه هل كان في وجهتين نظر تريث أو اتخاذ القرار في الجلسة. الأخير في الأخير. في طرحت للتصويت 4 ضد القرار 6 مع القرار كانت فرق صوت 1. طيب. ومعالي أعلن إنه كانت بالإجماع ما عدا 1 امتنع التصويت والواقع إنه هذا مش صحيح. شكرا. الواقع إنه كانت 4. يا سيدي بكل الأحوال. وكان شكرا دكتور عبد الكريم القضاء. شكرا لك. شكرا لك دكتور أبو ديس. تعليق على معدلات رفع المعدلات يعني. مع هلا لا مو خليني اعطيني دقيقه يعني انا هي الفكره مش فكره انه 4 ضد و3 مع وغير هالامور هاي ندخل فيها خلصنا. انا بعتقد ما هو الهدف من رفع المعدلات؟ اذا كان الهدف من رفع المعدلات هو تحسين نوعيه المخرجات بعتقد 5 علامات لن تؤثر على نوعيه المخرجات ما دام ما احنا مهتمين بماذا يجري داخل الجامعه من عمليات وبرامج وكيف وكفاءه اعضاء التدريس واساليب التدريس وغيرها فبالتالي يجب التركيز على ماذا يجري داخل الجامعات صحيح. اما اذا كان الهدف توجيه الطلبه نحو التعليم التقني فهو هدف جيد لكن بالمرحلة الحالية بعتقد مبكر على هذا الكلام نحن لسنا جاهزين لاستيعاب مزيد من الطلبة في التعليم التقني كليات المجتمع والله بحاجة يعني الذين رفضوا لسببين التوقيت وإنه الأرضية غير جاهزة تدروا إصلاح الثانوي يا سيدي خذوا احنا بنقول يا دكتور لا لا القرار بالنسبة للقرار القرار اتخذ لكنه الآن مجمد وربط في نتائج التوجيه إذا القرار اتخذ رفع المعدلات وربط بنتائج التوجيه وربط بنتائج التوجيه الآن عند اتخاذه عند اتخاذه لم يربط ولم يجمد وأنا ضد أنا دكتور انتهى الوقت والله انتهى الوقت احنا بنقول خذوا رئاسة الجامعات وخذوا المجالس كلها بس طلعونا خريجين كويسين طلاب جيدين وامتحنوا العملية التعليمية لأن العملية التعليمية صعبة وبتعاني من أشياء كثيرة شكرا لضيوفنا الدكتور أمين مشاقبة عضو مجلس التعليم العالي شكرا للدكتور عبد الكريم القضاء أيضا شكرا للدكتور محمد أبو قديس كلكم أساتذة ونحترمكم ونقدركم هل تثق بآلية تعيين رؤساء الجامعات في الأردن سؤال شارك عبر تطبيق رؤية 30% نعم يثقون و70% لا يثقون كويس. حتى نلتقي في حلقة قادمة هذه التحية والسلام عليكم شكرا كويس